تحية لجميع الإخوان والأخوات الأحرار والحرائر. كيف ما قلنا البارح، نشطاء الدار البيضاء كيجسدوا واحد الشكل تضامني نضالي مع الصحفي الحر حميد المهداوي وطلب المضربين على الطعام لليوم 25 بكل منظر المراز وبفاس وجامعة ابن زهر أكادير وكل معتقلي الحراك ومعتقلي حراك الريف وكل معتقلين السياسيين. صحة فطوركم. من ساحة ماريشال نشطاء الدار البيضاء يجسدون شكل نضالي تضامني مع معتقلي الحراك الشعبي وكل المعتقلين السياسيين والصحفي الحر حميد المهداوي بساحة ماريشال. والشكل كيتجسد إفطار على الماء والتمر. إلى غاية أذان الفجر. الحرية لكل المعتقلين السياسيين. كلمة باسم أخت بشرى. تحية لعائلة المهداوي، وبالمناسبة تحية لعائلة المهداوي اللي كيتعرض لواحد المؤامرة لأبشع أنواع التعذيب داخل سجن عكاشة من طرف مدير ديال المعقل ديال عكاشة، وكذلك من طرف هيئة المحكمة التي دائما ما تقمعه وتأمره بطرده حينما يتحدث عن أنه تعرض لظلم ما. وبالمناسبة كنبلغكم السلام ديال الأخت بشرى اللي كلفتني به شخصيا وقالت لي بأن أسلم على الإخوة المضربين عن الطعام في الدار البيضاء، موقع الدار البيضاء، واحد كل باسمه، وكتحييكم وكتقدم لكم التحايا ديالها وكتشد على أيديكم. وبالمناسبة احنا كنحييوها وكنشدوا على أيديها وكنقولوا لها بأننا احنا جسد واحد، كلنا حميد مهداوي، كلنا المعتقلون، كلنا عائلة المعتقلون، كلنا معتقلي حراك جرادة وحراك الريف وحراك زاكورة، وكلنا طلبة المضربين عن الطعام في ظهر المهراز وطلبة اللي في أكادير، وعاش شعبنا والخزي والعار لكل الجلادين عبر ربوع الوطن، والكرامة لشعبنا، وتحية نضالية للأحرار والحرائر. شكرا لإخوتي اللي كيجسدوا معنا هذا الإضراب الحضاري اللي كنكتفيو به بالتمر والماء من الآن إلى مغرب الغد إن شاء الله، اللي هو المدة ديالو 24 ساعة، وإذا كانت هناك تطورات أخرى فنحن مستعدين لتمديد الإضراب عن الطعام إلى الوقت الذي نشاء. والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. خوتي المغاربة تقبل الله صيامكم. اليوم كنديروا هذه الخطوة التضامنية مع حميد المهداوي من بعد ما تعرض ليه من التعسف والتعذيب. مو منهج اللي كنلاحظوا كل مرة كل أسبوع كيتعرض للنوع ديال التجريح، الممارسات لا إنسانية في حقه وفي حق العائلة ديالو، وهذا النوع من الممارسات كنلاحظوا بأن كيتعرضوا ليه حتى العائلات ديال معتقلي الريف، ولات وسيلة
غادي نهز المخزن بمثابه لي ذراع ديال هاد المناضلين هادو باش 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 ينباطحوا، ولكن هما صناديد لن ينباطحوا ابدا. انا كنقولها وكنعاودها، وحنا كنامنوا بالقضيه ديالهم. هادوك الناس خاصهم يكونوا كيعانقوا الحريه بحالنا اليوم. حنا كنستنكروا هذاك الاضطهاد اللي كيتعرضوا ليه المحكمه. كنشوفوا خروقات بالجمله لهيئه الدفاع عندها واحد صدر رهب، وكتبقى زعما كتساير وكتصبر وعندها لا باسيونس مع النيابه العامه اللي دائما فين ما سيراو ان بروبليم، النيابه العامه كتخلق شي مشكل ديال الجدل باش كترفع الجلسه ولا كتستفز المعتقلين باش القاضي يطرد اما حامد المهداوي، لان كنلاحظوا بان سيرتو حامد المهداوي كل سيمانه كيتطرد او موان ثلاثه المرات، كان عندنا ثلاثه جلسات في الاسبوع دونك كيتطرد اوتوماتيكمون شاك اوديونس كيتطرد حامد المهداوي. كنشوفوا بان هادشي ولا ممنهج، ما كتعطاش حقه في الرد على الاتهامات ديال النيابه العامه. في الحادث الاخر اللي وقع نهار الاربعاء، تعرض هو للضرب والشتم والبصق من طرف الاداريين والمدير وحراس ديال السجن، من بعد ما استنكر المعاملة اللا إنسانية اللي تعرضت لها الزوجة ديالو والعائلة ديالو بصفة عامة، لأن مدير السجن عطى الكلمة للزوجة ديال السي حميد المهداوي باش يمكن لها تلتحق بالزيارة خارج أوقات الزيارة المسموح بها، والسيدة كدير بلاصة كدير أكثر من 80 كيلومتر وفي الأجواء يعني ديال لافي ديال رمضان، الغد اللي كان رمضان كنعرفوا الأجواء، الناس خاصها تمشي تقاد القضية ديالها، توجد عندهم وليدات عندهم عائلة جاية مكرفسة، وفي الآخر كيقول كيحبسها أوتوماتيكمون. راه أنت كتستفز حميد المهداوي كإنسان، أي واحد في هذيك اللحظة راه يخرج عن الشعور ديالو معاك، لو سون فوا ديالو ما يبقاش عنده. الوغ انت كتستفزني، اش بغيتيني انا نبقى حاد كراسي ما نهضرش ما نريكلاميش الحقوق ديالي؟ الوغ فاش انتفض حميد المهداوي المدير ديال السجن بيان سيغ استعمل السلطه ديال الشطاط ديالو كالمعهود، امر هذوك الجلادين ديالو باش يقوموا بضرب المهداوي، وهو كذلك دار فيه يديه ونعتوه بشتى النعوت والقدحيه، يعني عاملوه معامله لا انسانيه اللي ما نقصاتش من المهداوي. المهداوي دائما كما قال هو في المحكمه، كل واحد بلاصتو لاصقه ورد برو. المهداوي كنعرفوه في الاخلاق ديالو ولا المبادئ ديالو، يعني المغاربه كاملين كيحترموه وكيحبوه داك السيد، مهما بغاو يخسروا الصوره ديالو ولا حنا كنامنوا بداك السيد بالاخلاق ديالو بالمبادئ ديالو. داك السيد مبدئي ضحى من اجل توعيه الراي العام، كان كيقوم بالعمل ديالو على احسن ما يرام، يعني كيحترم المهنه ديالو كيحب المهنه ديالو، يعني كيعمل بهذاك الميثاق الشرف اللي كنقولوا ميثاق الشرف اللي كنشوفوها الصحافه الصفراء الاقلام الماجوره كنشوفوا فهمتي هذيك الصحافه اللي غير كتطبل الجهه ما اما الجهه الراسماليه او اقطاعيه اما المخزن. الوغ كنا كنشوفوا صحفي واحد هو اللي كيجيب لينا الحقائق كما هي، وكيحطنا في المشهد وكيحطنا في الصوره الحقيقيه، وكان كيفضح الصفقات المشبوهه اللي كيديروها بعض المسؤولين ديال الدوله، وكيبقاو ينخروا في هذا الاقتصاد وهذا الشكل. الوغ دونك المهداوي اوتوماتيكمون فاش تعرض لهذا الشيء من وراء ما تدفع واحد التقرير للمحكمه اللي تتلى البارح تلاه النائب العام، وكان مسحوب بواحد قرص مدمج. الوغ المهداوي فاش بغى ياخذ الكلمه باش يدافع على راسو، الرئيس ما كيعطيهش الكلمه. هذا حيف، هذا ظلم، هذا ماشي عدل. الله سبحانه وتعالى راه
راه عطانا اسس ديال العدل. انا كنتصنت للطرفين هذا كان كان حامد المهداوي مبغاوش يعطي خلاو النيابه العامه كتروج لهذاك الادعاءات الكاذبه ديال المدير ديال السجن باش يضربوا في المصداقيه ديال المهداوي. والمهداوي ما خلاوش يدافع على راسو باش الصحافه اللي حاضره تماك بيان سور الصحافه الصفراء اغلبيه اللي كتهضر تماك قليل المنابر الاعلاميه اللي زعما اللي نوتر اللي تهز الحقائق. ولكن الحمد لله كاين اعلام البديل اللي هما الدراري اللي كاين النشطاء اللي كيكونوا معانا الحمد لله ولاو اليوم كيفضحوا هذاك الشيء كامل اللي كيطرح في المحاكمه كيخرج للعالم كما هو يعني ما كيتزاد والو دون مانيير اوبجيكتيف. كنحيي الدراري على هاد المجهودات اللي كيقوموا بها. ومن طفش المهداوي بغى ياخذ الكلمه قال ما بغاش يعطيه الرئيس الكلمه ولا كيهدوا باش بانه يعترضوا. قال لي او موا لكن النيابه العامه كياكد هاد لا فيرسون كيتبنى لا فيرسون ديال مدير السجن او موا عرضوا هذاك الشريط باش فاش طيرهم المهداوي ديك الساعه طردوه. علاش؟ لان تعبان الكذب ديالهم والتوفيقات ديالهم. والمهداوي ديك الساعه انتقد وقال لهم بيسكو انا كل مره كيتمارس علي هاد الحيف وهاد الظلم هذا وما عنديش حق في الكلمه وندافع على راسي الوغ انا كندخل في اضراب مفتوح عن الطعام وهاد الاضراب هذا حتى الشهاده. وتا حنا استنكرنا بالدور ديالنا استنكرنا هاد الحيف وهاد الظلم اللي كيتعرض ليه المهداوي. والنشطاء ديال الريف تا هما عبروا على الاستنكار ديالهم كلهم عبروا على التضامن ديالهم مع المهداوي وتا هما دخلوا معاه في اضراب عن الطعام. دورنا حنا كنشطاء كنضامنوا معاه في اطار الانسانيه بغض النظر عن الايديولوجي. المهم باراسويت كنطلبوا من الزملاء ديال المهداوي الزملاء الصحفيين كنترجاكم فينكم فين غبرتوا واش نباطحتوا واش درتوا خشيتوا راسكم في الرمل بحال النعام. حشومه هادشي راه نتوما سلطه رابعه اجيو تشوفوا الزميل ديالكم اش كيتعرض ليه. راه واحد اليوم هو انسان قوي انا متاكد يكون شي واحد اخر كره مع استراليا وما نسمعوا عليه حتى حاجه. مهداوي قوي ما يتمكنوش منه وما يباطحش منه ليهم رغم الممارسات. هو المهداوي اللي كيأثر فيه هو انهم كيهينوا ليه العائله ديالو وكيحس ديك الساعه بالكرامه ديالو الثاني. الوغ حتى واحد ما يمس عائله المهداوي لان كلنا عائله المهداوي في هذه اللحظه. الوغ من بعد بيان سور هاد الشيء كامل اللي طرا اللي اثر فينا بزاف وخلانا فريمون كنفعلوا حتى دابا سمحوا لي كنهضر بالمشاعر ديالي باسكو ما بقينا صابرين على هذاك الشيء اللي كيتعرض ليه الصراحه. تحية لخويا علي. المهم هادشي على سلطة اليوم في البلاد كنطلبوا منا باش تدخل سي نورا مشيو للهاوية. حنا مبقيناش هادين بهذا الشيء هذا فغيمون خاص تدخل. هادوك الناس كاملين ابرياء خاصهم يخرجوا. الدموع ديالي ماشي ضعف ولكن احساس بالحقره. راه كنحس حتى انا كنشوف كنتمرت عليهم شتى انواع الظلم وكينكلوا بهم الكرامه ديالهم كتحط الارض. كمواطنين مغاربه انا مواطن مغربي كنحس براسي تهانيت. دونك الا ما كانوش باغني حتى قادين يحترموا هذا المواطن هذا ويعطيو الحقوق ديالنا حلوا لينا حدود خلينا نمشيو لشي كونترول صافي. ما كانوش يتعاملوا معنا كمغاربه احرار يعطيونا الحقوق ديالنا وحنا حنا نحترموا الواجبات ديالنا اللي علينا. سي بون يونا ما نمشيو لشي كونترول. ما بغيناش نمشيو من بلادنا. ما بغينا بلادنا عزيزه علينا بلادنا عزيزه بغينا نخدموا بلادنا بغينا نطوروا بلادنا. هادو كرفسونا عباد الله زعما كنعاود انا كنناشد يعني اعلى سلطه في البلاد اللي في يدها جميع الصورات
يعني من غدا التليفون راه قطع زعما ما التليفون من غدا يجي هذوك الدراري غيكونوا احرار و تا نشوفوا نوت ديناميك باذن الله ما نبقاوش نشوفوا هذا الشيء هذا وهاد الناس فريمون دابا كلشي ديبريمي حتى واحد ما كيفطر في دارهم مرتاح من نهار تعتقلوا هاد الدراري كاملين في الريف في الحسيمه حميد المهداوي عادل البداحي طارق مولين من هنا مكازا فرحان لا ميم شوز الاخ ديال فرحان معتقلين ديال جرادة حتى هما خرجوا على قبل المطالب الخبزيه اليوم كنشوفوا بان اللي هضر اليوم على حقوق كيترمى وراء السجون كيغبروه اش بغيتونا اش شنو تجيو طحنونا ونبقاو ساكتين ما يمكنش الو خاص اعلى سلطه تدخل اليوم تفكر بالشكل ديال اليوم تعطينا الحل باسكو هاد المسؤولين ما بيديهم حتى شي حاجه دائما كيبقاو في كيعركوا كل مره كيتحطوا في شي موقف محرج وكيضطروا ينسحبوا ولا الهروب للامام كاين واحد السياسه ديال الهروب للامام تنفيس البخار هادشي ما بقيناش باغيين الوغ بالنسبه للشكل الوغ حنا حتى حنا من وراء هذاك الحيف وهذاك الدور اللي كيتعرضوا ليه هاد الناس هادو و فريمون حتى حنا قلنا نخرجوا ونضامنوا مع خوتنا اللي وراء القضبان باش بيان سور اون موا نبارطاجيو معاهم هاد المعاناة اللي كيعيشوها الناس معتقلة في زنازين انفرادية دابا 10 شهور يعني لا يعقل ما يعني حنايا كنقولوا دولة الحق والقانون فين هو هاد القانون فين هي هاد لي كونفونسيون ديال لي دغوا د لوم اللي مسيني على المغرب في جنيف فين هاد الشيء ما هذاك الشيء حبر على ورق او واش السيد 10 شهور هو في زنزانه انفراديه في فسحه انفراديه يعني اشنو انت كتقلب باغي تطيروا ليه باغي يحما هاد الشيء علاش الو حنا كنسنطرو هاد الشيء بشده وحنا هذوك الناس ما نتخلاوش عليهم واخا تدخلونا معاهم ولا تقتلونا ما فهمتي حياتنا ماشي اغلى منهم بالعكس ما هما ضحاو حتى حنا نضحيو ونزيدو نضحيو باذن الله الخطوه ديال يضرب على الطعام الخطوه ديال الشكل ديال اليوم بالنسبه للشكل ديال اليوم حنا اعلنا يضرب على الطعام دخلنا فيه اليوم من الاذان ديال المغرب من 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 جينا اجتمعنا هنا في ساحة مارشال الوغ مع الاذان بدا الشكل ديالنا بيان سور فرقنا الصيام ديالنا بالماء والتمر كما اتفقنا مع جل المضربين على الطعام حتى هما يفطروا لا ميم شوز بالماء والتمر وبيان سور غنبقاو في الاضراب مفتوح الطعام الى غايه يعني اذان رفع اذان صلاه الفجر من بعد عن رفعوا الشكل ديالنا من ساحه مارشال هذا الاعتصام ديالنا من ساحه مارشال ومن بعد عن تموا الاضراب ديالنا يعني كل واحد يشوف المآرب ديالو يعني ديال النهار كان اللي يمشي كم هذا الاضراب على الطعام بيان سور غنكونوا صايمين حنايا يعني تتمه ديال الاضراب ديال الطعام ديالنا باش نكملوا 24 ساعه يعني حتى المغرب ديال يوم الاحد 20 ماي وان شاء الله غنفطروا عاوتاني بالماء والتمر باش نكملوا 24 ساعه وحنا على العهد سائرون حنا ما نتخلاوش على هاد الناس تحيه نضاليه كنجدد التضامن ديالي مع كاع المعتقلين في الوطن ديالنا معتقلي حراك الريف معتقلي حراك جرادة معتقلي البيضاء هادي البداحي طارق مهين وفرحان مدعسي المعتقلين كذلك ديال حركة 20 فبراير كنجدد عاوتاني حمودة آسفي التضامن مع حمودة آسفي مع صلاح الدين الخاي واحد الدوسي اللي فريمون عند بالو ما ردفنو راه ما نساوش المهداوي هو اللي كان كيحرك هذاك الدوسي وكان هذاك الدوسي ما تنساش داك الدوسي مازال خاص
خاص تزيد داروا ابحاث، لان كاين دلائل، كاين اشرطه، كاين اقراء. ما بغاش تعرض هذيك العائله ديال الخايف اسفي كتعرض حتى هي للحيف والظلم، فريمون تعرضت لشتى انواع ديال الظلم والحيف. الوغ كنطالبوا من هذا المنبر هذا باش يترفع على هذيك العائله المغربيه، هذاك الحيف وداك الظلم اللي تعرضت ليه هذاك الدري بريء اللي محكوم اليوم بالمؤبد. راه حرام حرام فريمون حرام ان جون بحال هذا يمشي يضيع. كنجددوا التضامن ديالي، كنجدد التضامن ديالي كذلك مع معتقلي ديال سيبيكات غانغ من كازا الدراري كيديروا الموسيقى. كان معاهم نيت تعتقل معاهم ولد القريه اللي كان ضامنوا معاه ولد فاس، حتى هو الدراري كيديروا الموسيقى خرجوا عندهم واحد لو ديسكور كيوعي واحد لا كاتيجوري ديال الشعب. هذيك الكاتيجوري ما بغاوهاش وعاو من الاخر. الو باش تجي انت وتفيق عليه الزنقه ولا هذا، راه ما يخليكش تفيق الزنقه. دونك كنضامنوا مع الدراري ديال سيبيكات غانغ، مع المورو، مع ولد القريه ولاكيس اتسيتا، والدراري كاملين بيان سور. وكنطالبوا باش تكون بيان سور جلسه استئناف هيئه القضاء تكون منصفه وطلق دوك الدراري، باسكو ما عندهم والو، تلفقات ليهم تهم. هادوك كيمارسوا الموسيقى كيديروا الراب ما كيديروش شي حاجه اخرى، نبداو نديروا لهم نلفقوا لهم في التهم عصابه تحت الطلبه اتسيتيرا. كنضامنوا كذلك مع الطلبه المضربين على الطعام. اليوم 26 طلبه ديال جامعه ظهر المهراس باس، الوضعيه ديالهم ولات صحيه محرجه جدا. حتى واحد ما بغى يتصنت لهم. كاين مشكل اللي فريمون بسيط، علاش التعنت ديال هاد المسؤولين؟ وبغاو يبداو يبيعوا ويشروا في بيفات ديال ولاد الشعب ديال الجامعه المغربيه. حشومه هادشي والله الا عيب وعار، حشومه. خاص مسؤول يهبط تماك، خاص مسؤول يهبط تماك. فين هاد المسؤولين هادو؟ علاش كيتخلصوا كياخذوا كي 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 يزيدوا يديروا لينا الانتظارات في الميزانيات؟ علاش كيتخلص يمشي يدير خدمته يديبلاصي يتصنت لهذوك الدراري يشوف شنو هما المطالب ديالهم ويستجبوا ليها؟ بيان سور مطالب اللي غتكون مشروعه، راه هذوك الدراري مش كيطلبوا شي حاجه اللي خياليه ولا اللي مش مفهوم. كنجدد التضامن ديالي كذلك مع الطلبه ديال اكادير ديال جامعه بنو زهر، حتى هما اللي داخلين في اضراب على الطعام. ابارامون اليوم كانت شي كنستنكروا شي جريمة قتل كانت في حق أحد الطلبة الصحراويين المغاربة اللي كان كيتابع الدراسة ديالو تماك. الجامعة ماشي حلبة ديال العراق، جامعة بالعكس راه واحد السرح اللي كنجيو كننميو فيه الثقافة ديالنا، كنميو فيه أسلوب الحوار ديالنا. تماك معركة للأفكار، ماشي معركة الأسلحة البيضاء والتشابك بالأيدي ولا هذا. خلي ما تقول في اللي راه باقي الليل طويل. دونك كنستنكروا هذا الشيء وكنطلب من الطلبة يتزنوا بالعقل ويكون التسامح. حنا كاملين مغاربة. وفي آخر كلمة دونك كنجدد شكر للنشطاء البيضاء اللي استجبوا لهذا الاعتصام هذا وهذا الإضراب على الطعام. كنحييهم عاليا. اللي تعذر عليه المجيء بيان سور راه حنا راه باقيين حتى الفجر. كاين اللي كاريمون توصلنا بالرسائل ديال بعض الإخوان والاخوات والرفاق والرفيقات اللي ضامنوا معنا، حتى هما ضامنوا مع السجناء ودخلوا في اضراب على الطعام، ولكن من مدن اخرى تعذر عليهم باش يحضروا الكازا. راه حتى هما راه معنا في هذه الخطوه هذه وكيساندوكم. والشكل راه مازال حتى الفجر. نعم والشكل راه مازال حتى الفجر فعلا. الاخوان اللي بغاو يلتحقوا دابا حنا مستمرين، غنبقاو معتصمين هنايا كما قلت لك حتى ترفع اذان صلاه الفجر. اضراب انذاري، اضراب انذاري. المهم بالنسبه للشكل كما سبق لي وقلت،
وعند استمر في هذا الاعتصام ديالنا الى رفع الى غايه رفع اذان صلاه الفجر باذن الله. كل عند تاشر كل واحد غيمشي يقضي المسائل ديالو. عند استمر في الاضراب ديالنا على الطعام الى غايه رفع اذان يومه الاحد 20 ان شاء الله 20 شهر 5. ديك الساعه نفطروا عاوتاني بالماء والتمر تجسيدا بيان سور لهذا الوقفه التضامنيه وهذا هذه الخطوة التضامنية مع كافة المعتقلين في هذا الوطن الجريح. تحية نضالية للجميع ودمتم للنضالي. أنا الأخ نور الدين عواج. السلام عليكم. تحية حول الشكل. تحية لكل الأحرار والشرفاء في هذا الوطن الجريح داخله وخارجه. الحرية لكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي حراك الريف وجرادة وكل أصوات حرة. والحرية للصحفي حميد مداوي. اليوم هذا الشكل جاء اليوم هو تضامن مع حميد مداوي ومع معتقل حراك الريف ومع الطلبة المضربين عن الطعام بدار مراز وبأكادير ومن أجل المعركة الكرامة. اليوم نقول أن هذا الإضراب هو شكل من شكل التضامن اللي غيكون خطوة أولى اللي غنطوروا في خطوة مقبلة من أجل الشكل هو إحساس بالظلم وإحساس بالحرية اللي كيتعرضوا ليه خوتنا داخل سجون العار والذل. كما تعرض حميد مداوي اللي شفنا حنا اليوم امام الجلسه ديال البارح شفنا الجلسه ديال امام البارح اللي تعرض للضرب من طرف مدير السجن عكاشه الديكتاتوري اللي تعرض للضرب ديالو. واليوم اللي كيتواجد في كاس شعيب وعار كصحفي حر اللي منهب لا تروى. ما هرب فلوس بنما، ما هرب فلوس افريقيا، ما شفر ميزانيه المال العام، ما والو الا وكان كلمه حق. لقاو وراء السجون وراء السجون. علاش الا قلم حر ما تباع ما تشرى. واليوم كيتعرض وحيدوا لي حويجو يعيبوا عار ولاحوا في الكاسو. يا عباد الله خصكم تفيقوا من الصمت ديالكم الرهيب، لان هذا الصمت هو اللي كيخلي هذه العصابه كتهجم علينا. وخلي هذا الصمت اللي كيخلي هذا الصمت ديالنا هو اللي خلى هذه العصابه اللي كتغلي الاسعار واللي خلى هذه العصابه اللي كتحكمنا وكتنهبنا واللي كتلات الحق الحصابه حقرتنا. اول حاجه كنقول بان هذا الشكل ديالنا هو شكل بسيط ولكن راه هو في حق الجوار ديالو كبير، لان هذا الشكل هو اللي هو كرمزي اللي جا التضامن مع اللي هو اعتصام واضراب عن الطعام لمده 24 ساعه اللي كنوصلوا به واحد الرساله للعالم والاحرار العالم بان كاين هناك ظلم وحيف اللي كيتعرضوا ليه خوتنا داخل السجون، خصوصا معتقلي حراك الريف والصحفي حميد مداوي. لان كنشوفوا شفنا حنا النيابه العامه وما ما يسمى بالنيابه العامه، الفرقه الوطنيه هي اللي كتحكم داخل المحكمه. وكنتحمل مسؤولية الكلام ديالي لأن قرار المحكمة محاكمة غير عادلة. فهناك شهود زور عيب وعار نتسكتوا على هذه الجريمة اللي كدار في معتقل حراك الريف. وشهود زور واش كاين عباد الله طرف مدني وكيجي داخل في القضية وكيشهد ضد القضية؟ راه لا يعقل، راه باينة، راه تقول الدري صغير من الزقة ما فهمش قانون تقول ليه وراه بوليسي داخل في الطرف القضية وجايب بوليسي مع شهادة؟ راه ما كايناش هذا، ما كتقبلش الدماغ. وجميع الشهود أغلبية كلهم رجال مفتي ضباط واستعلامات والى اخره، زياده الى اخره، تزوير المحاضر وفبركه فبركه المحاضر من ناحيه الناحيه ديال الشكل والمضمون. فملف ديال الحراك الريف خاوي، كنا حنا نسمعوك البعبعه ارى انهم زعزعه استقرار الدوله وقيامه وهذه بحال نقولوا هاد الناس راه غايجيو راه دغيا غايجيبوا الدبابات وغايجيبوا وغايديروا دوله وغايديروا عمله وغايديروا شي حاجه. الناس بساطة طالبوا عيب وعار في القرن 21 كيطالب بنادم بسبيطار وطريق. عيب وعار عيب وعار. جينا لقينا ملف خاوي نفاخه. واش عيب الله نفاخه غدير لك زعزعه استقرار الدوله؟ نفاخه غدير لك زعزعه استقرار الدوله؟ راه عيب. صبار 23 43 ديال الزفزافه غيدير لك زعزعه استقرار الدوله. الناس اغلبيه كل كياخذ فرما كما قال النبي الاحمجاق. انا راه قال لك 1000 فرانك كنت مع دمي، كنمشي عند مول الحانوت كنقول لي قيده في السكر باش ياخذ داك 1000 فرانك باش يقول لي بني بغا يدير زعزعه استقرار الدوله. اللي كيديروا زعزعه استقرار الدوله هما اللي كيهربوا اموال الشعب، هما اللي ينهبوا الشعب، هما اللي استشفروا ميزانيه الشعب، هما اللي دايرين حاطين فلوس في بنما وفي افريقيا، هما اللي حاطين فلوس اللي في سويسرا. هادو هما اللي غيديروا زعزعه، هادو هما اللي كيزعزعوا استقرار امن الدوله. هادو هما العصابه اللي كتامن. اول حاجه كنقول للشعب المغربي من كل عصابه، كنقول حنا ما عندناش دوله، عندنا نظام غباوي كيحكم واحد العصابه. العصابه هي اللي كتحكم، هي اللي كتحكم في الثروه، هي اللي كتحكم في السلطه، هي اللي كتحكم في النفوذ، هي اللي كتحكم في العياشه، هي اللي كتحكم في كل شيء. ما نبقاو نكذبوا على راسنا، نقولوا
واضح وكلشي ولا واضح، راه باين شكون اللي كيحكم، راه باين شكون اللي كيتنفذ في القرارات، راه باين. ما بقاوش نبقاو نضربوا الشمس بالغربال، وهذا واقع اللي كنعيشوا. لان يمكن نقول 2600 معتقل، علاش 2600 معتقل؟ ابن الشباب واش اللي يهضر على حقه وطالب من اجل السبيطار وطالب من اجل الكرامه ديالو من اجل ابسط اشي؟ باقي ما هضرناش على الفوسفات، وباقي ما هضرناش على الذهب، وباقي ما هضرناش على بزاف د الحوايج، راه باقي ما هضرناش كما باقي ما هضرناش. اللي عايب وعار كنقول للناس من هذا المنبر، الشعب المغربي كنحيي الناس اللي بينوا واحد الرساله حضاريه. الشعب المغربي اللي كنا كنتفائل وكنتفائل بالاراده، علاش؟ لان هناك الشعب، الناس اللي كنحيي الناس المقاطعين والمقاطعات اللي بينوا على الصوره ديالهم الحقيقيه. وكنقول مزيدوا قاطعوا وزيدوا صمدوا وحدوا الصوت، راه الاراده ديالكم، راه شوف راه ماشي جاو نقص 10 دراهم في الحليب، ما تضحكوش علينا، راه بالاراده ديالكم. وكنحيي بان الشكل هو شكل ديال اضرب عين الطعام اعتصام مكان. هو بساحه ماريشال بمدينه الدار البيضاء اللي لبوا النداء نشطاء الدار البيضاء من اجل التضامن مع الصحفي اللي تعرض له الصحفي حميد مداوي من تعنيف وتنكيل وضرب ورميه في السجن الفرادي الكاشو، وهو كيتعرض له معتقل حراك الريف من تزوير المحاضر وشهود الزور وكل الحيف وتضييق داخل السجن، وحتى التضامن مع عائله معتقل حراك الريف اللي كيتعرضوا للمعاناه. هذا في رمضان راه معاناه، راه كضرب 600 كيلومتر في 600 كيلومتر، 1200 كيلومتر 1200 كيلومتر، كنضامن مع كل احرار خصوصا الطلبه اللي واخدين معركه ديال اضرب عن الطعام. وكنحيي من هذا المنبر اللي رفضوا خوصصه المطعم بخوصصه الجامعه، واللي كيدافعوا على المكتسبات الجامعه وكيدافعوا على المكتسبات. كنحيي من هذا المنبر اللي خدوا معركه بطوليه، وكنقول انقذوا ايها الاحرار، ايها الشعب المغربي، انقذوا حياه الطلبه، انقذوا حياه الطلبه. حياه الطلبه راه غاليه بزاف علينا. اطلقوا سراح الوطن، واطلقوا سراح المعتقلين حموده وعادل البداحي وطارق مهيم وكل احرار ديال هذا العالم، وكل المعتقلين السياسيين. وكنقول للشعب المغربي خاص معركه، خاص معركه، خاص معركه، خاص معركه وطنيه اللي حانيه في ظرفيه حانيه، وحنا محتاجين لها من اجل تكون مسيره وطنيه من اجل اطلاق سراح المعتقل. الوطن، الوطن، اطلاق سراح الوطن كما قال الزفزافي وصحابه، اطلقوا سراح الوطن. وتحيه لكل احرار واسمحوا لنا، وكنقول لكم رمضان مبارك ومزيد من الصمود. وكنحيي كل احرار باش يخرجوا في رمضان ويحتجوا ويندوا بالقمع اللي كيتعرض ليه الصحفي حميد مداوي ومعتقل حراك الريف ومعتقل جراده وكل اصوات حره. وتحيه بسميلوت قاعد شخنا داير يضرب على الطعام دابا تقريبا شي نص ساعه وانا مريض عندي السكر ما جاش نهضر ياك ريزو هاربي كل التضامن مع وانا متضامن مع الناس اللي مكرفسين هنا عندنا خوت السلطه الحاكمه العصابه اللي حاكمه تعدي على خيره الشباب ظالمه متعدي عليهم مدخله بالسجون حتى يدواو لا جويتي لا جويتي ما نهضروش على بان لي شعب راه خصو يهضر ضروري يدوي من حقه يدوي شنو عندنا هيك عندنا حقوق عالميه كيف الدواء على الهضره عندنا حنا غير العصابات هنا الخونا في هاد البلاد ها الحمار اللي طلع شد كرسي يقمط فلوس الشعب ويهز يدو ما كاينش لي دوا معاه ولي يتحاسب معاه والرجال ديال بصح والشباب لي دوا يخشيو في الحبس واش غيصورهم منهم وكاع واخا يقتلونا كاع شا غادي يبقى ولادنا ان شاء الله يخلفونا حنا نمشيو غيخلفونا ان شاء الله وليداتنا هذا النظام المستبد هذا النظام العوج اللي غاديين به حنا حنا باقي المسؤولين الكبار ما علاش ما كيتوصلوش لهادشي لو كون كانت شي شيخه ولا شي وحده عريانه كون وصلها ردوا عليها الجواب في 24 ساعه هاكي ويعطيوها هاكي شدي تيا شريفيه والرجال ديال بصح والناس والنساء ديال بصح كيدخلوا فيهم الحبس حيت بغاو محاسبه حنا ما عندناش في هاد البلاد ما كاين غير الكذوب والله ما كاين شي محاسبه وسمحوا لي رانا داير الاضراب على الطعام على الاخوان مساكن في ساحه ماريشال مساند مع الناس راه تما داير الاضراب على الطعام في السجون ديال الدل والعار
اسمحوا لي. شكرا السي ميلود، مع العلم انه راه مصاب بمرض السكر الا انه بغى يشارك معنا في هذا الشكل التضامني. ام فاطمه، السلام عليكم ولدي. جيت كنضامن مع احمد المهداوي على داك السيد مظلوم وحركه الريف ومع المعتقلين ديال المغرب كاملين، بينا وحنا مظلومين في هذه البلاد، تعرضنا للظلم، تعرضنا للاهانه، تعرضنا للتزوير، كاين تلاعبات، كاين الاهمال، كاين الرشوه، كاين الفساد، ما كاينش اللي كيدوي معانا. اللي بغى يدير شي حاجه يديرها، كلشي خدامها بالرشوه، كلشي خدامها بالرشوه. تقهرنا، عينا، الموت ولا المدله، الموت ولا المدله، الموت ولا المدله. ما عندناش مراقبه، ما عندناش حقوق، ما عندنا حتى شي حاجه. رجعت سنوات الرصاص، سنوات الماضي، انتهاكات الحرمات ومس بالكرامه. ما عندناش حقوق، اللي يدوى يمشي للحبس، واللي عطى الرشوه هو سيدهم. حنا عندنا خدامين غير بالرشوه والتزوير، يكذب عليكم كذاب. الناس قلنا زعما غادا تحسن الوقت، من الوقت زادت في الرشوه، زادت الاعتقالات، كتعتقلوا غير هاد الفقراء، كتشفروا ما تعتقلوهمش. اللي دار شي الفقير، اللي دار غير شي شرطه، اديو اعتقلوا، عطوا 4 سنين. ولكن واحد الا خطط، شفار الا خطط وكذب وزور، كتعطيو الشجاعه، تعطيو الطرقيه، تعطيو الطنوبيل، تعطيو الفيلا، وتعطيو الشفر، وكيزيد الشفره في الشفره. ما عندناش المراقبه، والموت ولا المدله. ثم جيبوا القرطاس وقتلونا احسن لنا من هاد العيشه اللي كنعيشوا فيها دابا. راه كنعيشوا غير بالدل. كنضامن مع الناس اللي معتقلين سياسيين على جميع المملكه كاملين، المغرب كامل كنضامن معاه. هادشي راه بزاف، هادشي راه بزاف. تقهرنا، الى الناس كيبكيو الدموع، انا تنبكي الدم، الدم. ما كاينش حقوق، ما كاينش الحقوق، ما كاينش الحقوق. كاين الظلم، كاين التزوير، كاين الفساد، كاين الرشوه. عاد زادت الرشوه، كانت قليله، كيقولوا الناس بكري الطمع، كيعطيو الناس الطمع خزنه. دابا الرشوه باينه، والتزوير باين، والظلم باين، والحقره باينه. بلا ما نضركوا بهاد الهضره، انا غنديروا تليفونات نقولوا محاربه الرشوه، نقولوا راه ما كاين حتى شي حاجه، ما كاين حتى شي تغيير. اللهم قتلونا وتهنوا منا ونتهنوا منكم، حيت نتوما ما غتموتوش، غير حنا اللي غنموتوا. حتى نتوما غتحاسبوا يوم القيامه، غتحاسبوا على اش تديروا للشعب، غتحاسبوا وغتموتوا وغتحاسبوا عند الله تبارك وتعالى. اما حنا الى متنا غنمشيو شرفاء عند الله تبارك وتعالى، ولكن نتوما غنتحاسبوا معكم يوم القيامه. ما كاين لا سماحه، لا دنيا ولا اخره. كنطلبوا الله تبارك وتعالى فهاد العواشر، والله ما نسمحوا لكم، والله ما نسمحوا لكم. تابعينكم تل عند الله، تابعينكم تل عند الله. ظلمتونا، ظلمتونا، حقرتونا، تكرفستوا علينا، تكرفستوا علينا بلا قياس. انا دابا راني ضرب الطعام دابا مع الاخوان هنايا على الظلم، على الظلم. عطيتي الرشوه دوز، ما عطيتيش الرشوه الله يعاونك. الرشوه بلاد الرشوه هي هادي، ما كاينش تغيير، ما كاينش تغيير، ما كاينش تغيير، ما كاينش تغيير. الفساد، هضرنا على الفساد، عاد الفساد عاد زاد، عاد الرشوه عاد زادت. كلشي كتدخل الاداره، كلشي ضدك، الشاوش ضدك، المتقاعد ضدك، كلشي ضدك، كلشي ضدك. اللي مشيتي تهضر عليه كيقمع فيك. سيري اليوم، سيري غدا، سيري دوزي من هنا، دوزي من هنا. بركه علينا، اللهم قتلونا، اللهم قتلونا، وانتهنوا منكم الى قتلتونا. تحيه نضاليه. شكرا امي فاطمه. اخ شفيق، تحيه للجميع. احنا كنتواجدوا في مساحه 20 فبراير ملقبه باسم خائن ماريشال. اليوم نجسد شكل تضامني وانذاري قد اعذر من انذر. نحن اليوم نشكل هذا الشكل لعل وعسى يشوفوا من حال الاستاذ والصحفي الحر حميد المهداوي الذي يعاني الان داخل سجن الدل والعار عكاشة. ونعلن ايضا تضامننا مع الطلبه المضربين عن الطعام الذي تجاوز 25 يوم لحدود ساعه. ايضا التضامن ديالنا معهم، كنتضامنوا مع جميع الحراكات، لا حراك جراده وحراك هذا الاضراب عن الطعام. جاء من بعد ما اعلن
الاستاذ حميد المهداوي اضراب عن الطعام. كنا متواجدين في المحكمه وتاء نشطاء الدار البيضاء معيه بمجموعه من النشطاء في المغرب وخارج المغرب اللي كيقوموا الان بتجزي نفس الاشكال النضاليه اللي هي اضرابات طعاميه في هذه الدوله الظالمه الدوله الفاسده. واخر كلام نقوله بالنسبه للمحاكمه مهزله بكل مقاييس ما وقع في المحاكمه. واسمحوا لنا مع هذا الاضراب عن الطعام، راه الكلام عندنا كيترجل. تحيه للجميع، وهذا جهدنا، هذا الشيء اللي كنديروا فيه دابا جهدنا، وكنتمناو من الشعب المغربي يوعى ويعرف بان راه كاين معتقلين ظلما وزورا، وكاين اخوان ديالنا مضربين عن الطعام. واليوم راه واجب ان نكون يد واحده. وتحيه لجميع مداويخ المقاطعين ايضا، تحيه لكم وشكرا على التفاته الجميع. سلام. اول حاجه الله يتقبل الصيام ديالنا وديالكم. حنا كان عندنا الدخول ديالنا في اضراب انذاري عن الطعام تضامنا مع الحيف والظلم اللي كيتعرض ليه الصحفي الحر عبد الحميد المهداوي وجميع المعتقلين وجميع المضربين عن الطعام جامعه دار المهراز، وتضامن مع جميع المعتقلين رشيد الرباحي والمعتقلين ديال الدار البيضاء عادل البداحي وطارق مهم وجميع المعتقلين، والتحيه للرفاق. كنعتذر على الاختصار في الكلمه في الظروف ديال الاضراب عن الطعام، وشكرا لكم. عمر تحية نضالية خالصة لأحرار، تحية نضالية خالصة لأحرار وأحرار الوطن الجاري. حنا هنايا كنسجلوا الشكل التضامني الحضاري تضامنا وردا على الاضطهاد اللي تعرضوا ليه المعتقلين ديال الريف، خصوصا حميد المهداوي. كنستنكروا التعذيب النفسي والجسدي اللي كيتعرضوا ليه الاخوان ديالنا داخل السجون. تحيه لكم. معنا الاخت هاجر، حتى هي كتجسد معنا هذا الشكل التضامن النضالي. تقول كلمه بخصوص هذا الشكل هذا. تحيه لجميع الاحرار في المغرب كامل. اول مره غادي نتكلم وما ظهرش الصوره تاعي لظروف تنعيشها. بغيت نقول حاجه واحده، انا خرجت باش نقول كلمه الحق كتضامن مع الناس في الريف، لاني انا زرت الريف شحال من مره وتنعرف الاوضاع اللي هما تعيشوا فيها، وعشت معاهم حتى في اوروبا، تنشوف علاش هما هاجروا، تنشوف الظروف اللي كيفاش تعيشوا برا. يعني هما متضامنين مع بيناتهم، متوحدين بيناتهم، تعيشوا غير من الخيرات تاع اوروبا، ما كاينش البلاد ما عطيهم حتى شي حاجه. تنشوفوهم ناس اللي هما يا قاريين واعيين، كيشادين مناصب كبيره في اوروبا، في حين في المغرب ما تيتوفروا على ابسط الشروط تاع الحياه، حتى الطرقان ما كاينينش، لا مستشفيات لا حتى حاجه. لما هاد الناس جاوا يهضروا على حقهم، تنشوفوهم بانهم دخلوهم للحباسات، دخلوهم العكاشه، زايدينها في المحاكمات باش يقولوا بان نبيل احمجق قال كلمه، قال شعار، داروا فيديو تاعو تيقولوا بانه هاز السيف. هذا راه فوت من الظلم. تنشوفوا بان ناصر الزفزافي في الفيديوهات تاعو تيسولوا على المقاييس تاع شحال تيلبس في الصباط، شحال تيلبس في السروال، راه هاد الشيء ما كاينش، عمرنا ما شفناها في اي بلاد. راه بزاف تاع الظلم، بزاف تاع الحقره، راه ما يمكنش الناس راهن في كازا تعيشوا شي حوايج عمرنا ما شفناهم. راه المستشفيات كارثيه، والناس تنشوفوا الوزاره شافرين البلاد كامله، وتنشوفوا المسؤولين فاسدين، لا حكام لا حتى حاجه.
هادشي بزاف، راه ما يمكنش الناس غادي يسكتوا على هادشي، راه ما يمكنش اني وحدين عايشين الطب ووحدين راه مكرفسين. ولما تجي تهضر على حقك غادي تسمى من خونات الوطن، غادي تسمى من غادي تسمى ما مزيانش، غادي تدخل للحبس. تضامنا نعاد مع حميد المهداوي اللي هو كان في زنزانة عامرة غير طوبة وفيران، عمرني ما شفتها في في العالم كامل كيفاش انهم يقولوا دولة على الحق والقانون، او ميم طو راه السيد عايش في زنزانة ما كايناش في جميع الدول، كيفاش دولة تقول الحق والقانون وحقوق الانسان والزنزانة عامرة سراسر وعامرة طوبة، لما يجي يهضر على حقه غيدخلوه الكاشو، يدخلوه الكاشو بلا فراش بلا ملابس بلا أغطية. والسيد راه مريض، عنده السكري وعنده الضغط الدموي، لما تيجي يهضر على حقه تيطردوا القاضي. علاش هذيك النيابة العامة اللي تتم الغرق حاطينه تماك باش يغرق عباد الله؟ علاش ما يهضرش على ما تيشوفش شنو واقع في هاد البلاد؟ واش المحاكم الى كلها ظلم؟ إلا بغيتي تهضر على حقك غادي تمشي حتى توصل للمحكمة تيزيدوك وما يزيدو يغرقوك، ما عندهمش حتى أدلة. راه بزاف هاد الشيء، راه بزاف بزاف بزاف، عيال الإنسان ما يصبر، راه ما راه بزاف الناس راه غادي يخرجوا، راه ماشي غادي يخرجوا، ولكن راه حنا تنتمنوا هاد البلاد هادي تتقدم كلها، راه كلها حقرة. لا في والماس، أنا هاديك الباترونة تنشوفوها راه تتسرق في الناس عين بين ومخليهم بالعطش، الشباب سيرت يضيع، جماعة على قدها يلا كيفها السوق وضير به السور، لا مستشفيات لا شي حاجة. تنشوفوا التلرواق، السيد دخلوه الحبس ومتهم أنه وقف لكوبتير، واخا يوقف طيارة أعطيه حقه. علاش هاد الناس بعدا هضروا على حقوقهم، هضروا على حقهم، اعطيهم حقهم. زيدون حاجه واحده اخرى عمر شي حد ما تطرق لها وهي الانفصال. هاد الناس هادو الا قلتوا بانهم انفصاليين قولوا لينا علاش بعدا طلبوا الانفصال، من حقهم يطلبون الانفصال الا هو حيت ما باغين حقوقهم، باغين يعيشوا في بلاد اللي هي فيها القانون وفيها الحقوق تاعهم، ما عطيتوهمش الحقوق تاعهم، وهادي من حقهم يكاعي يطلبوا الانفصال. حنا كنا غادي نطلبوا كاع الانفصال على هذا الظلم هذا وهاد الحقره اللي كاينه. تنتمنى هاد الرساله تاعي اللي اول مره نهضر تنتمناها توصل للناس اللي هما مسؤولين في هاد البلاد. راعينا بزاف، عينا ما نشوفوا هاد البلاد هادي. تركيا جاتي من مورانا وتقدمت، السبليون اللي كانت كلها عامره غير بغال حاشاكم وحمير صدقت ولاو الناس تهاجروا لها باش يعيشوا تماك، تيموتوا في وسط البحر. زادوا هاد الدراري مساكن، مدخلين دراري عندهم 12 عام 14 عام ولاد الحسيمه السجن. علاش؟ حيت هضروا على حقهم. دراري صغار دخلوهم السجن، واش هادي هي اللي غادي تعطوا للشباب حقهم واللي غادي الدراري صغار يعيشوا في الحريه ويكونوا في المدارس وهادي مدخلينهم نتوما للسجن عند الشماكريه وعند المتشرملين؟ كيفاش غادي بغيتوا تخرجوا هاد الدراري؟ زاد عاد عاطين الدنيا باطمه بان هي اللي تتمثل الدين وما عرفتش تتمثل، وانتم مدخلين دراري هما حافظين القران حافظين 60 حزب. سيروا شوفوا هادوك الدراري وشوفوا السيره تاعهم كيف دايره باش عاد تدخلوهم، جايبين ولاد ما عرفت منين من الخيريه برك يتحكموا في الشمال ويتحكموا في الحسيمه ومحاصرينها. لا نبغيو نطلعوا الحسيمه خصنا حتى نشوفوا الوضع تاع السياسي وما نشوفوا الوضع تاع العسكري شنو فيها، واش فيها العسكر ولا ما فيهاش ولا راه حشومه. هاد الشيء راه بزاف بزاف بزاف. تنستسمح الى عاد ما عرفتش شي حاجه ولا نسيتها لاني تنهضر بعفويه، وشكرا بزاف. معنا حضر معنا الاخ سمير برادلي، عطينا حتى هو غير كلمه بخصوص هذا الشكل التضامني احتجاجي النضالي اللي دخلوا في نضال الدار البيضاء كيضرب على الطعام لمده 24 ساعه من اجل حميد المداوي ومن اجل جميع المعتقلين. عندي واحد النداء انا اللي كنوجهو، نداء من هذا المنبر كافه الاحرار وكافه الشرفاء، راه هاد الناس اللي تعتقلوا راه كيتسناو الاحرار باش يخرجوا للشارع. علاش؟ راه هاد الناس لما خرجوا للشارع ما يخرجوش. علاش هاد الناس احرار؟ لا معتقل الريف، كافه المعتقلين تعتقلوا على قبلنا
كنتوقعوا على قبل هذا الوطن من اجل طلق اطلاق سراح هذا الوطن من العصابه. كنقول لبنات الناس خرجوا باش تكون الشعار ديالنا وتكون معركه وطنيه من اجل اطلاق سراح كافه المعتقلين السياسيين. هذا هو النداء ديالي وارجو كل الاحرار وكل الشرفاء لا داخل الوطن ولا خارجه. وكنشكر الجاليه المغربيه اللي قايمه في الواجب ديالها من اجل تعريف القضيه الاعتقال السياسي. وكنشكر هذا المنبر لانه قايمين بالواجب. احنا لداخل الوطن اللي ما قايمينش بالواجب. وتحيه تحيه الاخ نور الدين. والله فيما يخص المحاكمه اللي كنحضروا لها كل فيما يخص المحاكمه اللي كنحضروا لها كل ما سنحضروا الفرصه هي كنعتبرها انا ام المهازل. نعتبرها ام المهازل. لماذا؟ لان كنشوفوا ان وخاصه مرحله الشهود كنشوفوا بان المحامين كيتقمعوا. كنشوفوا بان النيابه العامه والمحكمه تجيب بدلا عن الشهود. وكلما قام المحامون بمجهود كبير لتعرية شهود الزور ووضع وإبراز الحقيقة كلما تم قمعهم وكلما تمت الإجابة بدلا عن شهود الزور. تتخيلوا أن شاهد لا يرى شيئا وهو مصاب بمرض في العينين كما سماه الفشتالي، مرض يحجب عنه الرؤية، فهمتيني؟ ومع ذلك يقول بأنه رأى حذاء أحد المعتقلين وحذاءه الأبيض كما يقول، رغم أنه هو في الفوق والآخر تحت وبينهما حاجز من اللبنات. وهناك وقفنا على عدة خروقات وعدة، وكذلك الأخ المهداوي كلما أراد أن يتحدث أو يشتكي عن الخروقات يتعرض لها داخل السجن إلا وتم قمعه، حتى لدرجة أن النيابة العامة أصبحت تستهزئ به أخبرين. أصبحت تستهزئ به وأصبحت تقدمه للعالم على أنه مريض عقليا أو ماذا تريد، حتى أنهم أصبحوا يمسحون به الأرض مسحا. ولكنه من هذا المنبر أحييه على صموده وعلى صمود صناديد إخوته معتقلي الريف والكرامة الذين سرعان ما ينتفضون في كل جلسة داخل القفص الجزازي معلنين عن رفضهم لما يسموه المهزلة أو المسرحية. وذلك نعلن عن تضامن المطلق واللا مشروط مع إخوتنا. كلنا معتقلون، كلنا الريف، كلنا جرادة، كلنا زقورة، كلنا والماس، كلنا المهداوي، كلنا شرفاء هذا الوطن. وعاش الشعب ولا عاش من خانه. تحية لجميع الإخوان والأخوات. كاميرا شوية هنا يا تحية جميع الإخوان والأخوات. كما قلنا هذا شكل تضامن نضالي مع معتقلي الحراك الشعبي، حراك الريف، معتقلي حراك جرادة، مع الشهم والصحفي الحر حميد المهداوي، ومع الطلبة المضربين على الطعام بكل من ظهر مراز وبن زهر بأكادير. كيف كتشوفوا أن الطلبة اللي هما مستقبل ديال هذه البلاد هذه دابا 26 يوم في داخل في إدارة الطعام، حياتهم مهددة وتا واحد ما كيحرك ساكنا. كنشوفوا المهزله ديال هذه المحاكمه القرن او هذه المسرحيه اللي كيتعرضوا لها خير الشباب ديال منطقه الريف، وتا واحد ما كي ما كي ما كي ما كيتحرك. حنا حاولنا ما يمكن اننا بغض النظر على التواجد ديالنا داخل المحكمه او نقلنا الاواقع ديال المحكمه، الا اننا حاولنا نديروا هذا التشكيل، هذا الشكل التضامني مع جميع الاحرار والحرائر. مكملين ما مفاكينش، وهذا الشكل من الاشكال اللي ممكن ياخذوها النشطاء ديال الدار البيضاء من اجل اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين على راسهم معتقلين حراك الريف، معتقلين ديال حركه 20 فبراير، وايضا الصحفي الحر حميد المداوي، واستجابه لمطالب الطلبه المضربين على الطعام. تحيه لكم جميع. سير بواحد النداء على قبل ما تهبط.
هم ديال ماشي غير العائله ديال المعتقلين كلهم كاين انت ما تبداش ليه خصوص الشكل النضالي اللي داروا النشطاء اليوم صراحه هذا الشكل كيجي تضامنا مع معتقلين حراك الريف المظلومين اللي تم تهزز بهم في السجون النظام المخزني المجرم وتضامنا ايضا مع المهداوي اللي كتعرض ليه المضايقات اللي كتعرض ليها لداخل السجن هذه المضايقات اللي كنعرفوها مزيان داخل السجن شنو كتسوى بحكم حنا دوزنا داك الظروف القاسيه الاقل الحرات معايا وكذلك تضامنا مع الطلبه المضربين عن الطعام في جامعه الدار المهراز ايضا غادي ما يكونش هذا اخر الشكل اللي ضالي غادي يكون ان شاء الله اشكال اخرى اشكال ابداعيه اخرى في هذا شهر رمضان وبعد شهر رمضان وضرب النضال طويل شكرا شكرا الاخ سمير كما قال الاخ سمير ان احنا ك نشاط على مستوى مدينه الدار البيضاء اننا نتشبث بالحريه جميع المعتقلين حاولنا ما امكن اننا نضعكم في الصوره ديال حول الشكل ديال اليوم اسمحوا لنا برصناكم بهذا المباشر في الوقت ديال الفطور وحنا مستمرين حتى اذان الفجر ان شاء الله مع اغلبيه ديال بزاف الشباب من سورتهم من الحسيمه عائله المعتقلين كانوا بغاو يحضروا معنا اليوم ولكن تعذر عليهم كنعرفوا البعد كاينه مسافه كثيره يعني نهار ديال السفر وعاد تزيد العناء ديال اضراب على الطعام راه سي با ايزي راه ارتئينا باش يكون نهار اخر فيه خطوه سعيديه كذلك كنضامنوا دائما كندخل في اطار التضامن مع المعتقلين المضربين عن الطعام غنديروا نجسدوها نهار الاربعاء يعني اذان ديال صلاه المغرب نجيو نفطروا هنا في صحه 20 فبراير وغيلتحقوا بنا حتى العائلات هذه دعوه مفتوحه العائلات اللي كيقوموا بالزياره نهار الاربعاء يجيو يجسدوا معنا الشكل هنايا بشكل حضاري سلمي نفرقوا الصيام ديالنا ونفتحوا الاعتصام ديالنا الاضراب على الطعام حتى لصلاه الفجر وباذن الله هذيك الساعه اللي عنده شي مقارب يمشي يخديها يعني نهار يوم الخميس باذن الله ويفرق الصيام ديالو عاوتاني في صلاه المغرب اللي تعثر عليه انه يدخل المدينه ديالو بعيده ولا هذا مرحبا به راه كل واحد مستعد يصادق عائلات ماشي عائله وحده انا شخصيا كنقول لهم مرحبا شكرا الاخ علي تحيه لجميع الاحرار والحرائر جميع الشباب اللي شاركوا في هذا الشكل التضامني والنضالي مع معتقلي الحراك الشعبي مع الاخ حميد المداوي مع المضربين على الطعام طلبة كل من ظهر المهراز فاس وجامعة بن زهر بأكادير هذا كادب مثابة الشكل من بين الأشكال اللي ممكن أن تبنوها كنشطاء واللي نخدموا عليها فقط لإماطة الإتام على كل ما يقع من حولنا جميعا من محاكمة سوريا من عدم استجابة لأبسط المطالب للطلبة اللي هما في مشروع اللي الشباب اللي ممكن أنه يتحمل مسؤولية في الغد وما زال مكملين حتى صلاة الفجر حتى أذان الفجر ربما لنا واحد شوية من بعد صلاة التراويح يكون عندنا واحد مباشر اخر كنشدوا لايديكم وكنقول لكم ودي احنا مكملين ما فاكينش والحرية الفورية لجميع المعتقلين السياسيين وبركة من الحكرة
أطلقوا سراح هذا الوطن.